للمتابعة ينضم إلينا هاتفيا عبد القادر عزوز المستشار برئاسة مجلس الوزراء السوري. أهلا بك سيد عبد القادر، بداية كيف ترون هذه العقوبات ولماذا في هذا التوقيت أيضا؟ تحية لك ولجميع الأخوة العاملين في قناة الغد وجميع الأخوة المشاهدين. طبعا تعود من جديد القوى المعادية للدولة السورية لاستئناف حملتها في إطار تقويض الحل السياسي وتقويض الاستقرار في سوريا وفي المنطقة عموما. وبالتالي وجدنا بأن السلطات البريطانية مجددا تقوم بفرض إجراءات لا قانونية ولا شرعية ولا تستند إلى أدلة أو قرائن، بل هي عبارة عن اتهامات سياسية لا اتهامات جنائية. لذلك وجدنا بأن هذه الفترة الأخيرة بدأت سواء في فرض إجراءات أو في موضوع فتح تحقيق يتعلق بأشخاص مقربين في السلطة بسوريا. لذلك أعتقد بأن كل تلك الإجراءات لا تخدم الحل السياسي في سوريا ولا تخدم الاستقرار، بل هي تزيد من محاولات إضعاف الدولة السورية واستنزافها، وبالتالي هذا الأمر ينعكس سلبا على واقع الشعب السوري وعلى حياته سواء على المستوى المعيشي أو الاقتصادي أو لجهة الأمن عموما. نعم، يعني سيد عبد القادر، هؤلاء المسؤولين يعني كيف يستطيعون الرد ربما على هذه العقوبات، أم هل من تحركات متوقعة أن يتخذوها في هذا الشأن؟ أولا الدولة السورية لا تكترث لما تقوم به بريطانيا، باعتبار أنها كما قلت هي عبارة عن اتهامات بدواع وأغراض سياسية لا أكثر، وهي جزء من حملة بدأت منذ 10 سنوات وما تزال مستمرة. بالنتيجة الدولة السورية ماضية بقناعاتها سواء لجهة دعم الحل السياسي ولجهة دعم المسار وتوحيد الدولة السورية ومحاولة مواجهة كل قوى التطرف والإرهاب والانفصال في سوريا ومشاريع الاحتلال التي يحاولون من خلالها استبدال دولة المواطنة، دولة سيادة القانون، إلى دولة المكونات بناء على اعتبارات طائفية أو سلمية. السيد عبد القادر عزوز المستشار برئاسة مجلس الوزراء السوري، شكرا جزيلا لك.